يا اهلا وسهلا فيكي. أشياء. يا اهلا، ومعنا كمان رح ابلش بالصبايا المرشده رهف شلالده. اهلا وسهلا. المرشده ميسا حسونه، المرشده نورا عصام، والمرشده سنا كعبي. صح انا هيك حكيت الاسماء؟ تمام. اهلا وسهلا فيكم. يحيى، هلا الناس على فيسبوك لايف عم بيشوفوا الصبايا. رح نبلش احنا هلا بعزف كشفي من الصبايا الصغار الحلوين، رح ننتقل للست حنان ولنورا أصغر واحدة فيهم، اللي هي رح تحكي لنا أكثر عن دور المرشدات وكيف بتأثر على حياتها الشخصية هي وزميلاتها. بتحبوا تبلشوا؟ يلا تفضل. صبايا بتجنن واسم الله عليكم. شكرا كثير على هالمقطع الحلو، لهيك اعطانا روح الاعياد اللي بنشوف فيها دائما الكشافه. بتقدروا ترتاحوا انتم هلا على الكراسي عشان نبلش الحوار مع الست حنان. يعني ست حنان، لو نحكي اكثر للناس، كل الناس بتسمع الكشافه وبتشوف هالمناسبات الاعياد السعيده ان شاء الله دائما تتبسط، لكن مش الكل بيعرف مفهوم الكشافه الفلسطيني. لو بنعرف اكثر الناس بالكشافه واهميتها. ان شاء الله. طبعا صباح الخير للجميع، لاجيال ولكل المتابعين ومستمعي راديو اجيال. احنا طبعا في البدايه هي الكشافه، الكل عم بيشوفها بالشوارع، الكل عم بيشوفها بالمناسبات، فوصلت ل يعني للناس انه الكشافه هي طبل زمن. كشافه هي صح. فرقه موسيقيه عم تمشي بالشوارع بالمناسبات بالاعياد، فما كان في اهتمام كتير انه بنشوفه طب ايش الكشافه. هي لا يا جماعه، مش طبل وزمر ولا هي فرقه موسيقيه عم تمشي عادي. هي الفرقه الموسيقيه دخلت الكشافه لنوع من يعني المرح ونوع من تغيير الاجواء للمنتسبين الحركه الكشفيه، وحتى يكون اشي تنوعي. الحركه الكشفيه هي حركه تربويه تطوعيه غير سياسيه، هي حركة مفتوحة للجميع دون تميز في الأصل أو الجنس أو العقيدة. هي حركة تستهدف جميع فئات الأعمار، جميع فئات الشباب. حركة بتحث على النظام، بتحث على القواعد، على القوانين، على التعليم، على الديانات. يعني حركة مفهومها كتير كبير. طبعا الحركة الكشفية عالميا انتشأت سنة 1907. دخلت طبعا 1910 انتشأت الحركة الكشفية الإرشادية. في 1912 دخلت الحركة الكشفية لفلسطين، وأول مجموعة أسست بفلسطين هي مجموعة سان جورج بالقدس. صحيح. ولكن للأسف الشديد بالنكبة اللي هي بال 48 تم إنزاع الاعتراف الكشفي العالمي منها، كون أنه اعتبار أنه اليهود يعني إسرائيل هي الدولة وفلسطين ما في لها دولة. فبيستلمها طبعا حضرة اللواء، سيادة اللواء جبريل الروب، استلم جمعية الكشافة الفلسطينية، وبجهوده وجهود الطاقم الموجودين والقيادة الكبيرة استرجعنا الاعتراف العالمي الكشفي مرة تانية بال 2016. حلو كتير. وبرضو عملنا جهودات كبيرة برضو لنرجع برضو نسترجع الإرشادي اللي هو الاعتراف الإرشادي بال 2017. نعم، رح نرجع نكمل معك احنا أكتر عن الإرشاد كمان وقديش مهم هذا الدور، لكن أنا حابة نحكي مع المتحدثة باسم المرشدات نورا عصام. صباح الخير يا نورا. يعني أنت أصغر وحدة فيهم، بس اسم الله عليك أنت المتحدثة اليوم باسمهم. حابة أعرف كيف بتستفيدوا من الحركة الكشفية، وقديش يعني صار لكم أنتوا فترة تقريبا عم بتمارسوا الكشافة؟
أول إشي بنستفيد من الكشاف كتير أشياء. أول إشي إنه إحنا بتعلمنا أخلاق ومبادئ عشان نعكسها على المجتمع، صحيح. فإن هيك الكشاف هو بيساهم في تطوير المجتمع، وكمان بعلمنا إنه ننظم وقتنا وبحط لنا قوانين. هاي القوانين بتعكس على تصرفاتنا في المجتمع، في المدرسة، في الأماكن العامة ومع الناس، وبتعلمنا كمان التعامل مع حياة الخلاء، وإنه نعمل كمجموعة زي نظام الطلائع، يعني حب التعاون، نعمل كمجموعة. حلو كتير. مكتوب على هون استعدي، لشو مستعدين أنتو؟ لأي إشي نستعدين، لأنه نكون دايماً إنه نتعلم، نستقبل، نعلم الناس، نعمل كل إشي. بسم الله عليك، يعني واضح أنه أصغر صبية بلي موجودين وعندها هالقدرة أنها تعبر عن نفسها، فواضح أنه باقي الصبايا كمان مميزين بعزفهم وبحضورهم. بدي أرجع لك ست حنان، لو نحكي أكثر عن دور القائدة والمرشدة بالكشافة. يعني إحنا بنحكي دائما عن الكشافة كحركة كشفية فلسطينية عامة، لكن ما بنفوت بالتفاصيل، لو بتعرفينا أكثر على هذا الدور. طبعا إحنا دور القائدات والمرشدات بالحركة الكشفية دور كتير كبير ومهم. دورنا زي دور الأم، زي دور المعلمة، زي دور الرئيس، دورنا كتير طبعا مهم، لأنه إحنا بنتعامل مع فئة شباب، فإنعكاس تصرفنا هو اللي بيعلمهم طبعا. فإحنا طبعا هون المرشدة، طبعا إحنا القائدات مرشدات أول على آخر، كنا زهرات وصرنا مرشدات، ومن بعد طبعا أصبحنا قائدات. عم نمر بالمراحل بالضبط، مراحل كشفية، وصلنا طبعا مرحلة القائدات هي مرحلة العطاء. احنا بنكون في المراحل الثانيه، مرحله عم ناخذ المعلومات، عم نكتسب الخبرات، عم نكتسب زي الصبايا هلا. زي الصبايا هلا بمرحله القياده برضه عم نكتسب مهارات وعم نكتسب وبنكتسب معلومات، ولكن في نفس الوقت عم نقدم، عم نعطي. احنا في فتره العطاء اللي هو عم نربي اجيال، يعني الصبايا اللي انت شايفتهم هو هذا اكبر دليل ومثال على دور القائده والقائد بالمجموعات الكشفيه. احنا كقياده طبعا بنتابع الصبايا والشباب، بنتابع كل منتسبي الحركه الكشفيه من ناحيه زي ما قالت الصبية المرشدة نورة. احنا طبعا التعليم اكيد، احنا بعد ما يطلعوا من المدارس بيروحوا على البيوت، بعدين بيرجعوا على النوادي او على المؤسسات، فاحنا هون بنتابع على تعليمهم. اللي عندها ضعيفة باي مادة احنا طبعا بنساعد، مين بيقدر يساعد بهاي المادة من جنبهم. نحكي احنا عن كأنه هيك بتتكافلوا، في تكافل، احنا اجواء عائلية، صحيح. احنا كشافة اجواء عائلية، احنا الكشافة اخلى كل كشاف، ما عم نميز باي شيء. بعدين احنا في عنا قوانين الكشفية برضه عم نحثهم كلنا قائدات، عم نحث الاعضاء اللي عنا والمرشدات على ممارسة القوانين الكشفية. قوانين سلسش كتير، ولكن بتعكس طابع كتير كبير وإيجابي، يعني بشرفنا كتير لما تكون صبية أو قائد أو شبل عم بمارس الحياة الكشفية كمان ببيته، عم تنكس بتنعكس عليه كمان بعمله. يعني أنا واحدة من الناس، يعني أنا وكل زملائي وزميلاتي كشافة تمام، ولكن بتلاقي عنا الانضباط وعنا الأمور الكشفية بأكثر من مجال. متشربين. يعني أقول لك الشغلات الولدنة، وكل صبية إنه إلها ولدنتها وإلها مثلا الجانب الترفيهي، بعض من الأمور في معظم الأحيان وإحنا قاعدين طب شوي أنا كشافة، يعني عندي التزام، عندي في إشي بشدقمك بالضبط، إذا أنا بدي أكون هيك طب أنا كيف بدي أعكسها على المرشدات اللي عندي، صحيح. فعشان هيك إحنا لأ نظامية، فيها ترفيه ولكن بتحث على النظام، على التطوع، على العمل اللي هو التعليمي، ديانة، ديانة كل واحد دينه إيش بحثه، بنعلمهم طبعا على الدين. إحنا الكشافة عندنا منهاج، المنهاج الكشفي تاعنا مش بس منهاج كشفي، ايش الكشافه وايش قوانينها وايش كذا، لا احنا المنهاج الكشفي كل مره بنحكي بالاجتماعات عن موضوع عن التطوع تطبيقي اكثر بالضبط، حملات التطوع، ايش بنقدر نعمل طبعا خدمه المجتمع، ايش بنفيدها، دينك ايش بحثك، مدرستك ايش متطلبه منك، معلمتك ايش لازم تعملي، دراستك ايش، اهلك كيف تتعاملي معهم، كيف تتعاملي مع الغير. فاحنا منهاجنا الكشفي كتير كبير وشامل، حلو ما بحث بس على الكشافة والطبل والزبر. أكيد واضح أنه هو نمط حياة ومنهج اجتماعي أكثر مما هو فقط استعراضي. بدي أرجع لنورة كمان مرة، يعني أنت بتجاوبي أكيد باسمك، والصبايا يمكن نفس الانطباع عندهم. كيف بتأثر الكشافة على حياتك الشخصية مثل ما قالت لنا الست حنان؟ الكشافة تأثر على حياتي بأنه الأشياء اللي بتعطيني إياها أنا بصير مثلا تعطيني كيف أتعامل مع الناس، بالقوانين اللي أنا بأخذها من الكشاف بصير أعرف كيف أتعامل مع الناس، كيف أمارس حياتي اليومية، كيف يعني أصير أحسن.
يعني عشان نتطور أكتر، وإنه الكشاف كمان يعني من أساسها إنه هي بتطور المهارات اللي عندنا، بتطور يمكن قدراتنا الشخصية، قدرات الشباب اللي هي بتكون ثقافيا أو بدنيا. صحيح 100%. بتحاولي تعكسي نفس الأشياء اللي بتتعلميها بالكشافة على البيت، على إخوانك أو أخواتك أو لأهلك؟ آه طبعا، عشان كمان يعرفوا شو الكشاف. لما أعكس انطباعي هذا أكيد رح يحبوا الكشاف، رح يصيروا إنه يشوفوا شو في الكشاف، شو هي الحياة. كم ساعة بتاخذ الكشافة من وقتك باليوم؟ يعني إذا كل يوم مثلا نص ساعة ساعة هيك، مش إشي كتير لا يعني. مش إشي كتير يعني. وبالعطلة الصيفية بتزيدوا ساعات الانضمام للكشافة ولا بيضل نفس الشيء؟ ممكن نزيد يعني إذا في مثلا نشاطات، مثلا إنه يعني نعمل حملات تطوع، فبنزيد مثلا ساعة يعني إنه عادي. حلو كتير. طب انت اذا بتيجي بتوصفي شو الحركة الكشفية بالنسبة لإلك كنورة، شو بتعني لك؟ الحركة الكشفية هي حياة، حياة تانية، يعني هي نظام تاني غير عن نظامنا اللي احنا بنعيشه، وهي يعني روتين غير اللي احنا بنعيشه كل يوم. هي فيها نظام، فيها كمان انه ترفيه، مش بس انه خلص انه لازم نضلنا نظام نظام، فيها ترفيه، فيها كل اشي. تتخيلي حياتك بدون الكشافة؟ لا صعبة. والصبايا نفس الشيء يمكن. حلو كتير. بدي أرجع لك ست حنان حول تفضلي. الأنشطة والفعاليات الإرشادية اللي بتقوموا فيها، نحكي عنها أكثر، نعرف الناس فيها أكثر. تمام. طبعا في البداية بس أنا الصبايا عندي هون من مجموعة نادي إسلامي رام الله. ما شاء الله عليهم بجننوا. تسلمين. هلا إحنا النشاطات الكشفية، طبعا أنا كون دوري بالمفوضية عفوا بالمفوضة الإرشادية، بختص بالمرشدات بالإناث أكتر. فإحنا طبعا إنا بنعمل نشاطات كتير كبيرة، نشاطات تطوعية ونشاطات كشفية. أكيد. إحنا طبعا من قبل رمضان بلشنا نشاطات بشكل مستمر أكتر، كون إنه عطلة صيفية فخلصت نستغل أجواء كل وقت. المدارس. بالضبط، تعرفي بالمدارس قد ما بنعمل أنشطة بتكون قليلة شوي، لأنه يعني بنتبع أمور الدراسية. أنا بتعامل مع كل المجموعات بمحافظة رام الله والبيرة، كان إسلامية أو مسيحية، طبعا إحنا كلها واحد، طبعا. ففي من مدرسة لمدرسة بيختلف العطلة عندها، وبتختلف كمان دوام الامتحانات، فعشان هيك بنكون محصورين بأثناء المدارس بالأنشطة، ولكن بالعطلة الصيفية بتكون مفتوحة. في أريحية. بالضبط، إحنا أول نشاط عملناه بعد العطلة الصيفية اللي هو وقت ذكرى النكبة. ذكرى النكبة وقتها كان برضو في وقفات تضامنية مع إخوتنا بغزة، فإحنا طلعنا وقفة تضامنية، وبنفس الوقت طلعنا عملنا حملة اللي هي زيارة الأسرى وأهالي الأسرى والشهداء. في طبعا من تسيبي الحركة الكشفية زرنا أهل الأسرى والشهداء. بعدين إحنا في شهر رمضان المبارك عملنا حملات مثل توزيع التمر والماء بالشوارع. ففي زرنا جهود تطوعية كتير اجتماعية. كتير ومن كل المجموعات، حلو. يعني كل المجموعات شاركت معنا. زعدنا تكيات، تكيت القمع، تكيت الجلزون، طبعا بانه سكب الطعام وتوزيعها على المحتاجين. عملنا طبعا افطار للمرشدات كامل، كان ضم ترفيه وكشفي وافطار في نفس الوقت. طبعا احنا زرنا من خلال اللايف على الفيسبوك مع مستشفى بغزة، من طبعا بالتعاون مع مفوضية كشافة غزة. عملنا زيارة للجرحى وقت هاي زيارة افتراضية. بالضبط، حلو. احنا كنا طبعا هم كانوا عم بيلفوا عليهم واحنا عم نتواصل معهم. كان الاشي كتير معبر وكتير في نفس الوقت محزن طبعا. انه في وضعهم، ولكن استنتجنا انه هم عندهم معنويات اكتر منا، يعني برغم كل الامور اللي عم بيعيشوه الا انهم متمسكين وعندهم صحيح. معنويات انه لا احنا عادي واحنا مبسوطين، وهذا قدرنا، وهذا اشي وطني بنفتخر فيه. فكل الاحترام لإلهم طبعا. أكيد. وكملنا احنا طبعا مسيرة التطوع للمرشدات بجانب المخيمات الصيفية، الزيارات المتبادلة ما بين المجموعات، حلو كثير. المسابقات، مجالنا كتير واسع ومفتوح. أكيد أكيد. يعني زي ما ذكرتي حضرتك بالبداية إنه إحنا اللي بنحكي فيه مش فقط استعراض بيصير نهائيا. بمناسبات، هو بالضبط، نمط حياة أصلا بيبني شخصية، بيقوم شخصية وبيساعد بتطوير شخصية ناس تانيين. مظبوط. واضح يعني من خلال يعني صبايا كلهم بعمر كتير صغير، بس واضح إنه في شخصية منضبطة، شخصية قوية. يعني شفنا نورة اسم الله عليها، نورة هي من كتير الصبايا المميزات بالفعل. واضح المجموعة. واضح. فأنا بدي أرجع لها كمان مرة، يعني بدي أسألك إذا أي حدا بيسألك عن الكشافة وبيحب ينضم للكشافة، بتنصحيه وشو بتقولي له لازم يعمل بالبداية؟ شو لازم يكون متوفر فيه مواصفات؟ أكيد بنصحه، بس لازم إنه يكون فيه متوفر مواصفات الكشافة، إنه يكون مخلص وصادق في كل إشي بحكي، وأمين،
فهدول مواصفات الكشافة أنا بعطيهم عشان يكون هو يطبقهم. حلو. لازم يكون فيها هدول الصفات، لأنه الكشافة فيها صفات حسنة أكيد طبعاً، وهي بتعطي صفات إيجابية وبتقوم الصفات السلبية. يعني بدي أرجع لك بآخر سؤال ست حنان، بالنسبة لكل الناس اللي بيحبوا يودوا أطفالهم أو بناتهم على الكشافة، كيف بتكون أول خطوات بوصلوا فيها على الكشافة؟ يمكن كل الأهل دايماً عندهم خوف من أول خطوة بيخطيها طفلهم، فكيف بتطمنوهم وكيف بتتعاملوا مع الطفل أول ما يوصل عندكم؟ إحنا طبعاً الحركة الكشفية زي ما قلت لك هي مفتوحة للجميع، بنبلش طبعاً من عمر 7 سنوات لا بما نهاية. صحيح. طبعا احنا كل النوادي مفتوحة للجميع اللي بحب يسجل فيها للحركة الكشفية. الحركة الكشفية اول ما يدخل الطفل او الصبية على المجموعة، القائد بيستقبلهم او القائدة حسب الجنس طبعا اللي منتسب. في طبعا استمارات في البداية بتكون لازم الاهل انهم يقعوا عليها، انه لا مانع له في طبعا انضمامه للحركه الكشفيه، وبده يلتزم طبعا بالقوانين والقواعد الموجوده بالكشافه. بنطمنهم لانه كثير ناس برضه شايفه ايش الكشافه. صحيح. حياه خلاء، هي امور بسيطه كثير مش بس استعراضات. احنا طبعا الكشافه بعدها بنعطيه القوانين اللي هي بتترك طابع ايجابي عنده، الكشاف صادق، الكشاف مخلص، الكشاف مطيع، رفيق بالنبات والحيوان، الكشاف طبعا باش يقابل الشدائد بابتسامة. يعني في أمور بسيطة كتير نعطيها للأعضاء اللي هي بتساعدهم على استكمال حياتهم، الثقة بالنفس، تعزيز شخصيته وتكويته طبعا وتكوينه وقدرته أكتر. فعشان هيك الأهالي نفسيا بتقبل وجود الأطفال عندهم بالحركة الكشفية. يمكن بيأثر عليهم إيجابيا كمان، أكيد بيشوفوا انضباط جديد. كتير ناس كانوا عنا بالحركة الكشفية أول ما دخلوا كانوا بتعرفي شوي ورشين، شوي عندهم طاقة زيادة، احنا بنسميها الطاقة الزيادة. فانه بالكشافة تمام اول مرة تاني مرة بنحاول نلهي بشغلات، نوكله مهمات. صحيح. يعني حتى ما بنستثنيه او انه بنصرخ عليه او بنعزله، لا بنعطيه مهمات انه يشتغل فيها، بحس حاله انه مهم، لا هي الضوء علي، هي كذا، فانه ببلش يشتغل. هون احنا بنربي اجيال. طبعا طبعا، يعطيكم الف عافية. الله يعافيك. احنا كتير سعيدين بوجودكم معنا اليوم، بصراحة انبسطنا فيكم، فيك ست حنان وبالشباب والصبايا عفوا اللي موجودين معنا اليوم. بتحبوا ترجعوا تسمعونا كمان اشي قبل ما ننهيت تعزفوا كمان شيء؟ تفضلوا. يلا لكم الهواء ولكم كمان الفيسبوك مباشر عبين ما تحملوا العدة. انا شايف العدة تقيلة عليهم بس تصل عليهم، يعني متمكنين وقادرين يقوموا بالنهاية. العدة اريح لهم يعني في طاقة، احنا مش فيها مطبقات كتير طبعا، معنا هاي بالاستعراضات. اكيد اكيد. تمام، انتوا هلأ جاهزين؟ يلا احنا معكم. يعطيكم ألف عافية يا صبايا، ما شاء الله عليكم بتجننوا، الله يخليكم لأهليكم، أكيد أهليكم بيكونوا فخورين فيكم وبيحضروكم على الفيسبوك لايف. نشكرك ست حنان أبو بيطة المفوضة الإرشادية لمفوضية محافظة رام الله والبير، أهلا وسهلا فيكي. ونشكر الصبايا الحلوين نورة عصام، رهف شلال، ميسة حسوني، وسنة كعبي، أهلا وسهلا فيكم. مستمعينا رح نواصل وإياكم فقراتنا.